اه كابتن، شلون يا كابتن؟ هاي سيدام، هاي هاو ار يو؟ الحمد لله. جود، هاو يو؟ الحمد لله. ريبين، انت لعبت ضد امجد؟ ليش تضحك؟ لا، هو يضحك، ما ادري ليش. زيدان، why are you laughing? Why are you laughing, bro? Why are you laughing, bro? Why am I laughing? Sorry? Why am I laughing? Because Rebin's looking good today, you know? The sun's out, you know? يقول انا ضحك لان الجو هنا زين والاجواء حلوه ممتازه. حسين، ممكن تعلي صوتك لو سمحت؟ هاي يقول انا اضحك، ما كسب، بس الاجواء حلوه ونشوف من يفوز بعدين. واريد اشكر الجمهور اللي تابعوا اول شيء البرنامج والفوت فور مي، يعني بالعربي صوتوا لك. كانت النتيجة 66% اعتقد مقابل 34 الامجد. امجد ما يعرف شيء. لا، انت فانزاتك هواي. I love you. زيدان فاز على ميمي، وطبعا انا اكتشفت انه زيدان هو اللاعب الوحيد من بداية البطولة لحد الان اللي جاوب على كل الاسئلة صح. اوف، كل عشرتها عشرة اسئلة تجاوبتها صح. زيدان فلوريس says that you are فلوريس said that you are only one player who answers all questions. Yeah. Right. And what your answers was correct. All. No, I got nine. I got nine. I didn't get ten. I got nine. لا، أنت صحيح. جواب واحد ما جاوبته. جواب واحد، سؤال واحد ما جاوبته، لكن هو ما كان خطأ. مجرد أنت تعديت عن الوقت، لكن هو كانت إجابتك صحيحة. ليش أنت ما تقول لي أنا جواب؟ Your answer. هذول اللي قاعدين هنا ويشوفون اللايف يشربوا مي. قاعد بوحدي هنا، اوف حارة. يلا، حضرنا لكم ضيف. ايش كابتن زيد؟ مو زيدان. اوكي، بهذه الحاله حسين انت راح تترجم الاسئله للاثنين، زيدان والريدين. اوكي تمام. اوكي نو بروبلم. محمد يلا. طبعا اليوم المباراه اللي هي نصف النهائي، يعني الفائز من عندكم راح يتاهل للنهائي، نهائي بطوله مونديال خيريه اللي ترعاها السينما العراقية ومعمل السينما العراقية. ريبين، أنت لعبت ضد أمجد؟ إيه؟ ليش تضحك؟ لا، هو يضحك، ما أدري ليش. زيدان، why are you laughing? Why are you laughing, bro? Why are you laughing, bro? Why am I laughing? Sorry? Why am I laughing? Because Rebin's looking good today, you know? The sun's out, you know? يقول انا ضحك لان الجو هنا زين والاجواء حلوه ممتازه. حسين، ممكن تعلي صوتك لو سمحت؟ هاي يقول انا اضحك، ما كسب، بس الاجواء حلوه ونشوف من يفوز بعدين. تمام، واضح الصوت؟ هسه احسن. أوكي. هسه احسن. ريبن، أوكي. انت كوريا كوريا. بعد عندك 10 ثواني تقدر تفكر. I say كوريا. I don't want to change. والله أقول كوريا، ما أريد أغير الجواب. أخ أخ قلبي أخ. كوريا الجولة الرابعة مو الخامسة. فلسطين. What was the question? فلسطين الجولة الثالثة. She said which.
So, you said Del Bosque? Yeah. It's okay. Right. Yo, cheeky, yeah. Revan, I knew it. Guy was saying no. Let's see how it is, bro. 1-1. Ribin bidai sharab. Hey, you cheating? Wallah, I'm not cheating, bro. There's why no you laughing? The house, why are you laughing? Look, hey. إذا ماكو سؤال هسه لو اكو سؤال كان خسرته خلص I translate for Zidane no problem yeah where did he go okay يلا translate I translate بس هسه السؤال إلك هسه أول سؤال اثنيناتكم جاوبتوا عليه صحيح okay يلا حضرنا لكم ضيف ايش كابتن زيد العملاق زيد on the water bro. وين كاميرتك زيد؟ He's on the water. زيد انت تحت المي؟ ايه كابتن. هلا شلونكم؟ الحمد لله زين شلونك؟ لك هلا ريفين العملاق شلونك زيو؟ الحمد لله شلونك حبيبي؟ وانت بس الحمد لله تعرف تمام زين صرت مثل هاي التاور شو اسمه هاي التاور بالباريس شنو هذا عيف التاور شاور تاور لا برج ايفل زيد انت شفت اول شيء شكرا نورتنا اليوم انا اعرف انت شفت المباراه هسه مالتهم اثنيناتهم بالبدايه لو لا شفت النهايه شوي شفت النهايه اوكي زين شجع منو بيهم صراحه قريبين اكيد وضع زين هم لهم خبره خبرة؟ 3-2 لزيدان ايش فيك خبرة؟ شجع زيدان ايش احنا اثنين نفس الاسم قريبين على زيدان عاد زين زيد انت علاقتك اقوى بريبن؟ اي لان يمي ارمان لان يحكي عربي يمكن بالملعب قريبين على بعض بالمراكز عندك مواقف معينه وياه مواقف شخصيه صايره وياك بالمنتخب اي هلا اتذكر والله اكو مواقف هواي صايره بالاستنساخ اكو شيء قريب ما يريدك تتذكره حاول تتذكره عادي يلا قول عادي يلا قول لا اكو لعبه لعبناها ضد الفلبين بالفلبين هناك على الملعب تعبان وحاره الدنيا ورطوبه في الدقيقة 75 احنا فايزين 4-0 لو 5 كانت ما ذكرها يعني قبل لا نسجل 5 يمكن فصارت حالة من جهة ريبين وقف مركض فهي الكرة طلعت اوت قلت ريبين شنو؟ قال انا كلش تعبت كان ورا دقائق تصير حالة من جهتي انا هم وقفوا سألني ليش قلت والله انا كلش تعبت هاي الكرة طلعت حق بس في تبيها 5 الحمد لله. يا الحمد لله شكر. أول شيء. ما أركو بعد مواضيع يعني. إن شاء الله. ممنوع. إيه. بس ريبين على ما يبدو أنت عندك مواقف. لا يعني ما أقول شوفي أنا مثل خزانة بالبنك. إيه يحفظ. مواضيع خلاص. يعني أنت اللي ينطبق علي المثل سرك بير أنت البير يعني. خلاص زين ماكو شيء حكيم ولا اسرار؟ لا ما في اشياء لان اول شيء الفاكره مالتي شو اسمها صغيره هاي مو صغيره هاي شورت شو اسمها بالعربي الممارستك ايه شورت يعني ما نسيت كل شيء كل زين يلا ولا يهمكم
زيد، حسب علمي انت حاليا يعني ما متفق مع اي نادي صح؟ فهذا زيدان، شكرا قبل ما شكرا نروح ريمان. قبل ما نروح قول شي بالعربي. شكرا شكرا. ايه بس بعدين وشوفكم خير. شوفكم خير. ايه واحبكم. ايه مع السلامة. مع السلامة. انت باي رجل تلعب، يمين لو يسار؟ يمين يمين. ايه وخشمك، خشمك وين؟ خشمك شنو؟ خشمك خشمك وين؟ خشمك point well. point where is your nose؟ I said خشمك وين؟ يلا لا thank you. شكرا ريفن، شكرا زيدان. أسامة and يوسف. So whoever wins, Rebin plays. لا زيدان، you have to play. No, I will play. I will play. So whoever wins out of Osama and Yusuf, I play, right? Yes. I mean, what is that? The semi-final of a final? Final. No, the final. Ooh. What does the winner get? What's the prize? You get followers on TikTok. Yalla. Yeah. شكرا ريمن، شكرا زيدان، شكرا لراعي هذه البطولة السينما العراقية ومعمل السينما العراقية، وإن شاء الله أكيد نشوفكم الأسبوع القادم. مباراة يوسف وأسامة رشيد، مع السلامة. واحد منهم راح يكون فائز ويلتقي مع زيدان. شكرا ريفن، مع السلامة. مع السلامة، شكرا زيدان. Thank you زيدان. Bye bye. Bye bye. Bye.